هات شنطة الفلوس هنا يا عزوز. أمرك أمرك يا باش باش. بصلي كويس يا أحمد، تاخد عزوز وتروح الشهر العقاري، هتسجل التوكيل اللي معاك دلوقتي. هنا هات شنطة بتاع الأستاذ. يلا يلا. أهي يا باش باش. يا أبو حميد مش عايزك تقلق من حاجة، عزوز فاهم كل حاجة. ايوه يا اسامه، انا بس يعني كنت عايز افهم الحاجه التفاصيل عشان هتعرف كل حاجه في الوقت المناسب. بعد ما تخلص توكيل تتكروا على اسكندريه ان شاء الله، هناك هتقابل عبد الباسط دي. عزوز عارف كل حاجه، ده الراجل بتاعنا في المينا، هيفهمك ويفطمك على كل حاجه، هيبقى معاك خطوه بخطوه، ينفذ كل اللي يقول لك عليه بالحرف الواحد. اهم من ده وده، ها عزوز عارف كل حاجه، فاهم يا احمد؟ فاهم يا حاج. طيب يا خد بقى دول مبلغ بسيط كده، 5000 جنيه لزوم البقشاشة. اتفضل، عايز اشوف شطارتك. ها شد حيلك بقى، عزوز عارف كل حاجة، اطمن. يلا طريق السلامة يا بطل. يلا سلام. اتفضل اتفضل يا احمد بيه، اتفضل. عزوز نعم يا باش باش. خلي بالك من احمد بيه كويس. يا في عينيا الاتنين، قصدي في في قلبي. كنا هننسى شنطة الفلوس. لا معلش يا احمد، شغلتش بالك انت في الفلوس، هيوصلوا ان شاء الله في الميعاد المناسب. عبد الباسط ليه عارف كل حاجه، والاهم من ده وده عزوز عارف كل حاجه. ماشي يا حاج. السلام عليكم. مع السلامه. اتفضل يا احمد بيه. عزوز فاهم كل حاجه، واحنا فاهمين كل حاجه، بس يا رب هو ما يفهمش كل حاجة ويفضل كده على عماه، وإن شاء الله يفلح، إن شاء الله يفلح. لا 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 لا. إيه يا أحمد بيه؟ مالك؟ من ساعة ما خرجنا من مصر وحضرتك ساكت. نعم نعم الله عليك. لا انا اصلي يعني سرحان في حاجة كده. قول لي عزوز. اقول لك ما اقولكش ليه؟ هو انا بتكسف؟ مين عزوز؟ مين عزوز؟ ايوه انت مين؟ انا مين؟ انت مين؟ انا زي ما انا وانت بتتغير تكلم. عسل عسل يا عزوز، بس انا يعني بسأل بجد والله، انت مين؟ تقصد ايه يا احمد بيه؟ انا اصلي يعني كل ما اسأل اسامة على اي حاجة يقول لي عزوز عارف كل حاجة، اسأل الحاج عبد الغني يقول لي عزوز عارف كل حاجة، وبعدين روحنا البنك الاقي الموظفين ايه اول ما شافوك صواريخ تك 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 عدوا الفلوس وحطوها في الشنطه. نروح الشهر العقاري برضو الاقي الموظفين بيجروا قدامك عشان يخلصوا لك التوكيل. انت مين يا عم انت؟ دي حاجه بتاعت ربنا يا احمد بيه. بتاعت ربنا؟ مساله قبول. اصل انا من يوم ما اتولدت وام الله يرحم الف رحمه ونور عليك يا اما كانت دايما تقول لي يا عزوز انت وشك فيه القبول، لذلك لما اخش على ناس كده ويبصوا لي ويبصوا في وشي يخلصوا كل حاجه محبه يعني. ربنا يديمها عليك نعمه. طيب الحاج عباس بيه يطلع مين؟ الله، هو من غير مؤاخذه البشباشه مش قال لحضرتك؟ قال لي ايه؟ هو مش قال لحضرتك انه مندوب الشركه في الجمرك؟ طب والفلوس؟ فلوس فلوس ايه؟ الفلوس اللي احنا صرفناها في البنك ما خدناهاش معانا ليه؟ لا انت من غير مؤاخذه يا احمد بيه اسئلتك كتيره، انما برضه هجاوب حضرتك باذن الله. باذن الله اول ما نوصل اسكندريه عباس بيه هيفهم حضرتك كل حاجه. ماشي ماشي يا عزوز. ماشي رايح فين؟ ماشي رايح اسكندريه. سوق يا عزوز. حلو قوي. سوق. الله يكرمك يا سعادة. ما انت عارف كل حاجة. الله يخليك يا سعادة البيه. والله أنا سعيد قوي إن حضرتك معايا يا أحمد بيه. حلوة قوي مشروع مزرعة الدواجن ده يا رتيبة. طبعًا.
انا وانجيل بنت عم منير عملنا له دراسه انما ايه ما تخرش الميه، ده غير مشروع الملابس، عملنا مشغل صغير كده لملابس الاطفال وكمان دراسته موجوده. الله، وانتوا فكرتوا في كل الحاجات دي ازاي وامتى؟ الحقيقه موريس جوز انجيل هو اللي عمل الدراسات دي كلها. طب مش لما تخلصوا كليتكم الاول؟ يعني انت جيتي في جمل يا جميله، الحكايه كلها كم شهر ونخلص خالص. طب انتوا هتعملوا ايه في الوظيفه؟ وظيفه ايه بس يا جميله؟ ما انت عارفه، ده انت عارفه الفوله يا جميله، يعني هنقعد لحد امتى بقى نستنى الحكومه كده لما تشغلنا ان شاء الله. والله عندك حق يا رتيبه. يا رايحين اسكندريه هاتوا الحبيب كابوريه، يا رايحين يا رايحين يا رايحين اسكندريه. ايه عزوز ايه عزوز، ده انت شلفطت الاغنيه يا راجل، ده انت توهت ملامحها. انا عارف اصل الاغنيه، بس كمان اللي بحب اسكندريه فانا حورت الاغنيه. الاغنيه بتقول يا رايحين الغريه هاتوا الحبيب هديه. طب امال ايه؟ انا بقول يا رايحين اسكندريه هاتوا الحبيب كابوريا. والله شكلك كده بتيجي اسكندريه تغرق نفسك سمك وجمبري وكابوريا، صح؟ هو مش صح قوي، انا لما باجي اسكندريه بيني ما بينك بغرق نفسي سمك وجمبري. الكابوريا تزعل؟ لا، ما انا باخدها لحبيب القلب في مصر. عسل عسل يا عزوز بيه. سمعنا بقى حاجه عن اسكندريه تكون مظبوطه. ما تسمعنا انت، سمعني صوتك الحلو كده والنغم الجميل. اسمعك على البحر. يا اسكندريه بحرك عجايب، يا ريت ينوبني من الحب نايب، تاخدني موجه وراها موجه والبحر هوجه والصيف قطايب. الله، عسل عسل يا احمد بيه عسل. ده انت اللي عسل يا عزوز، ورفت مشوارك زي العسل، وان شاء الله ماشي مشوار البشباش. عزوز اتاخرت ليه؟ معلش احنا اسفين عباس بيه، اصل الطريق بقى والسكه، بس الحمد لله احنا وصلنا بالسلامه. احمد بيه، احمد ابو دومه، مش كده؟ ايوه مظبوط يا باشا مظبوط، اكيد سعادتك عباس بيه مش كده؟ مظبوط. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا باشا. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضلوا. ازيك يا سميرة؟ اهلا يا عبد الباسط بيه. هاتي الدوسي بتاعنا. حاضر. ورق التوكيل جاهز؟ جاهز يا باشا. ايه ب 250 جنيه؟ ها؟ ايه ب 250 جنيه؟ مش انت واخد 5000 جنيه من البشبشة؟ ال 250 دول لزوم البشبشة على الأنسة. ادوسي يا باشا. مظبوط. صباح الفل يا فل. ميرسي يا استاذ عزوز. الله، حلوة قوي يا استاذ عزوز منك دي، انت الوحيدة اللي بتقولي لي يا استاذ. خد يا احمد امضي الورق ده، واكتب رقم التوكيل على كل ورقه، وما تنساش تكتب اسمك الثلاثي وبخط واضح. حاضر يا باشا. وده ايه ده بقى؟ طلب بدل فائض لمستخلص جمركي. وده ايه ده كمان؟ طلب دفع رسوم لمستخلص جمركي. عبد الباسط بيه، ما قلتليش بقى تحب تشرب ايه؟ خلاص يا ابني. ايوه يا باشا يا باشا، انا بس بدور على ال خد يا سيدي.
خلصنا بقى. ماشي 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 ماشي. يعني ما ردتش عليا، تحب تشرب ايه؟ بعدين يا سمير، عندنا شغل كتير، عايز الحق الخزنه لما ارجع. يا ترى اللي بعمله ده صح ولا غلط؟ دي حكومه، يعني اوراق رسميه، مفيش هزار. الورق ده مظبوط ولا مضروب؟ خلاص يا احمد. خلاص يا باشا، خلاص يا باشا، اتفضل سعادة الباشا. القلم على خيرة الله. ضاع ولا حاجة؟ اصل انت عارف بقى أسامة الباشباشا ابن الباشا مهمل، ساعات بيحط ورق هنا يحط ورق هنا، يعني هتلاقيه في اي حته. يعني ايه يا ابني في ايه؟ مالك مهزوز ليه؟ اسئلتك كتير ليه؟ ما عندكش ثقه فيا ولا ايه؟ لا 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 باشا، العفو باشا، العفو باشا، ده انت باش باشا. اذا كان كده يلا بقى بينا يا جماعه. اتفضل يلا. اتفضل سميره، راجع لك تاني. استنياك يا باشا. باي باي يا فل. اهلا عبد الباسط بيه. الله يخليك. الله يخليك. الاستاذ احمد مدير اعمال الحاج. اهلا يا استاذ احمد. اهلا عزوز. اهلا بيك. كل سنه وسعادتك طيبه. طيب. بينا بقى يا عباسط بيه. بينا يا احمد بيه. طيب متشكرين يا باشا. شرفت يا عباسط بيه. هاني مش سلام. الله يخليك. شكرا سعاده الباشا، تسلم ايد. شرفت يا احمد بيه، خلينا نشوفك ان شاء الله كتير. سلام عليكم. أول مرة أجي اسكندرية. معلش يا عباس بيه، اعتبر إن الواجب بتاعك وصل، عشان بس البشباشي مستنينا في مصر. ما تفرقش يعني، دقيقتين نشرب لنا حاجة، وعيلة أنا افتكر في موضوع مهم عايز أتكلم فيه مع عباس بيه. خلاص مشوقكم زي ما أنتوا عايزين. اتفضل. اتفضل. إيه يا أبو دوم؟ مالك؟ مالك يا ولد؟ اتدهولت كده ليه؟ ركبك خلعت ومفاصلك ثابت ايه؟ ما هو ده الشغل بتاع الكبار يا ولد، الشغل اللي انت عملت قراجوز عشان توصل له. يبقى بعد ما توصل وتحط رجليك وتدوق طعم القرشينات السهله تتخض وتخاف. طب خايف من ايه المره دي؟ عشان ورق رسمي يعني؟ خايف يعني تتلطف ورق رسمي؟ طب ما انت زيك زيهم، وهم ياما لعبوا اللعبه دي قبل كده. حصل ايه؟ دول فرقة تيم ويرك، واحد بيحضر، واحد بيرمي اوت، واحد بيغزل، واحد بيبصيلك ويقول لك يا بودوما يا فرويد روح هات جول ورقص الحبايب وفرح 100 مليون. الله ينور عليك يا احمد بيه. شكرا شكرا، بس بجد عجبتك. اللي عجبتني ده انت تعجب الباش باشا. ايه المفاجاه دي؟ سبرايز والله سبرايز يا خرابي، ده انا اتفاجئت بيك والله. ده انت 10 على 10، 100 100، بيرفكت. لا واللي عجبني فيك اكتر يا احمد بيه، ساعه ما كنت بتديني الفلوس بتاعت حبايبنا كنت بتديهم لي بمنتهى المعلمه والذكاء. ايه ده؟ بصه شمال بصه يمين، تديني الظرف من تحت لتحت من تحت لتحت. شفت كنت معاك على الخط ازاي؟ كنت عمال اظرفك بالمعلوم من غير ما حد يضرب. طبعا. تك 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 تك. انت عارف بقى صحيح كام معايا من 5000 جنيه؟ انا من حق. صحيح يا احمد بيه، اتبقى كام؟ 800 جنيه. الله حلو قوي، دول بتوعنا بقى من غير مؤاخذه. بتوعنا؟ بتوعنا. قصدي يعني هيتقسموا بينا احنا الاثنين، انت النص وانا النص. امال لسه هيتقسموا كمان؟ ماشي
ماشي، لو حضرتك مش عايز تاخد ما فيش مشكله، اخدهم انا كلهم. يا ستر عليك، ده انت حامي قوي. الا حامي، هي شغلتنا كده يا احمد بيه، اي فلوس تتبقى ما ترجعش خالص. اسامه بيه والبشباشة علمونا كده. طيب بما نشوف. لا 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 لا. ايه مالك احمد بيه، تعبان ولا حاجه؟ لا مصدع شويه يعني، كمان المشوار كان طويل حبتين. بقول لك ايه؟ نعم. انا هشرب السيجاره دي وبعدين هغفل شويه، ما كانش يضايقك يعني. لا لا غفل وخد راحتك، ما تقلقش، انا عفريت من عفريت الاسفلت. انا تلاقيني عنام فنجله كده ودايما بصص للطريق اللي قدامي واللي ورايا واللي على يميني واللي على شمالي. ما تقلقش، نام نام لو عايز تنام. بقى بعد التعب ده كله الحكايه ترسى على شويه الفكه دول؟ وبعدين ايه السبب يعني في ان اسامه يختارني انا دونا عن الناس كلها ويعمل لي توكيل عشان استلم البضاعه دي؟ 5 مواتير كامله وقطع غيار ياما. طب ما كان اي حد من اللي عنده يقوم بالمهمه دي زي الدهول اللي جنبي مثلا. وبعدين ايه حكايه البدل الفائت دي؟ دي حاجه تمخل وتدوخ، الكل بيتزكى علي. يلا انا هتعب دماغي ليه؟ بيصرف يوم من الايام هعرف، وهو اللي يجي منهم احسن منه. رزق وجالك يا ابو دومه، تقول لا؟ ايه يا احمد بيه، انت رجعت للسرحان تاني ولا ايه؟ في ايه؟ سوق عزوز سوق، انت عارف كل حاجه. ماشي ماشي. رايح فين؟ ماشي رايح للحاج عبد الغني. كلنا رايحين للباش باشا. ايه وازاي ام جميله؟ الحمد لله يابا بخير. ابو جميل كويسه قوي يابا، عامله ايه في كليتها؟ الحمد لله يابا، شد حيلها على الاخر. طب والواد ابن متولي بيطل عليها ويشوفها في مصر ولا لا؟ طبعا يابا. الله، وايه اللي بيضحكك يا رتيب؟ يعني يا بنت انا بطمن عليه، يعني ربنا يوفقكم ويسعد ايامكم. امين يا رب. لكن برضو ما قلتليش ابن متولي اخباره ايه؟ ماشي كويس ولا؟ اكيد جميله حكت لك عنه يا رتيبه. كويس يابا، اشمعنى؟ لا ابدا بطمن عليه، اصل ساعات كده تبقى دماغه لها شطحات غريبه. ازاي يعني؟ معرفش يا بنتي، بحس في كلامه كده ان الدنيا مش عاجباه ولا نزلاله من زور. ربنا يهدي يابا. اي والله، ويكفينا شر انفسنا يا رتيبه. امين يا رب. عزوز والاستاذ احمد وصلوا. معقوله؟ ايوه والله. والله صحيح وصل. السلام عليكم. حمد لله على السلامه. حمد لله على السلامه. حمد لله على السلامه. حمد لله. ايه عامل ايه يا فندي؟ مفيش حمد لله على السلامه ليه ولا ايه؟ حمد لله على السلامه يا عزوز. اشوف مين الحاج على فكره مستنيكم فوق، والعربيه محمله بالبضاعه وجايه ورانا اهي. طب يلا عشان اسامه فوق قاعد فوق بالصوت. يلا بينا. اتفضل اتفضل. اسماعيل. نعم يا عامل افندي. يلا يا خواجه هز الرجاله ونزل البضاعه دي بسرعه. بس كده عليا. أيوة. يلا يا رجاله. يلا شوف شغلك انت كمان. يلا يا خواجه هز بسرعه. يلا انت العربيه. حتى شويه. حتى احنا جايبينك شويه. اهلا اهلا يا احمد. اهلا اهلا. الحمد لله بالسلام. اقعد يا ابني مرتاح. اقعد حبيبي اقعد. ايه يا عزوز، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ طبعا طبعا كله تمام التمام. عيب، ده انا عزوز يا بشباشه. تأمرني بحاجه يا بشباشه؟ عايز منك خدمه. امر. ريحني من منظرك. حاضر يا بشباشه. يا ابو حميد، عجبتك الرحله؟ اظن بقى خبره وجو جديده مش كده؟ ده دنيا دنيا، فلوس داخله وفلوس طالعه وناس، حدوته كبيره قوي. عبد الرزاق بيتكلم ومبسوط منك قوي. ايوه يا عم ماشي معاك. قول لي بقى انت ايه رايك في عبد الباسط بيه؟ لا لا لا، ده راجل حكايه، راجل حكايه. سالك. ما دام سالك يا ما انت حطيت رجلك على الطريق. انا اطمنت خلاص. انا رايح مشوار كده على الاجنس، وخلي بالك ها هتسالني وانا قلت لك خلاص. خلي بالك يا ابو حجيج. يلا بابا، مع الف سلامه يا حاج. يلا مع السلامه. بتقعد يا احمد؟ لا يا زعيم، انا هستاذن. انا بقى تستاذن تروح فين يا راجل؟ اصل المشوار كان طويل قوي وانا هروح اريح شويه عشان تعبت.
تعبت؟ اقعد يا عم، قال يعني هيروح ينام دلوقتي. انت ليك الليله دي عندي سهره، انما ايه تجنن. الليله وكل ليله. احنا ورانا ايه؟ ده انت خطير. خد بقى يا ابو حميد، الحاج بقى سايب لك ال 3000 جنيه دول. ومستعجل عليا يا عم؟ لا يا ابو حميد، من هنا ورايح تخلص مصلحتك تتقبج على طول. هيا بسبب ايه؟ الحاج بعتني. تصدق جيت في وقتك. بص بقى يا عم حامد، ابو حميد حبيبك ها؟ وانا كمان واعين من الجوع، عايزين بقى نظبط حاجه كده على ما اوصف. يعني شويه فش على منبار على طحال على لسان، اكسسوار بقر يعني. اتجنن الواحد يا احمد، انا مش عارف الناس دي بتعمل كده ليه. اهدى بس يا اسامه عشان نعرف نفكر. اهدى ايه يا احمد؟ يعني كويس لو الموتور كان وقع عليه وطار رقبته؟ معلش الحمد لله ربنا قدر ولطف، وكويس قوي انها جت على قد كده. غبي الواد ده، غبي يعني صباعه طار، ولولا اسماعيل زقه كان كف ايده طار كله. بصراحه الواد ده صعبان عليا قوي يا اخي. طب احنا ليه ما ودناهوش مستشفى كويسه؟ مستشفى ايه يا احمد؟ انت اهبل ولا عبيط؟ مستشفى يعني سين وجيم. بقول لك ايه، الدكتور معوض قام باللازم، هو مننا وعلينا. معوض؟ معوض ده دكتور؟ ده أجدع من 10 دكاترة، ده ممرض قديم متودك وفاهم المهنة كويس. ممرض إيه بس يا عم أسامة؟ دلوقتي إيديه متبهدلة، فيها إيه يا أخي ما تجيب له دكتور؟ أحمد لا تفتي ولا تسأل أسئلة كتير، ده شغلنا. إزاي ده يحصل؟ إزاي ده يحصل؟ حد يفهمني، قول لي إيه اللي حصل يا أسامة؟ أهلاً يا بابا، اتفضل. بابا إيه وماما إيه يا شيخ؟ أنت راخر، أنا عايز أعرف إيه اللي حصل بالظبط؟ إيه اللي حصل بس فهموني؟ انت كنت فين؟ انا كنت مع اسامه بيبا، شفت طلباته يا سعد. ما ينفعش. ورزق راح فين دلوقتي؟ روحناه يا حاج. حد راح معاه؟ بعتنا معاه الواد سليم يا حاج. سليم ما ينفعش، ده تافه. خد يا اسامه المبلغ ده وادوه الرزق، وخليكم معاه على طول، شقروا عليه بانتظام، خليكم جنبه، انا مش عايز قلق. الله يخليكم، ربنا يكرمك يا حاج، ولا ما يحرمناش منك يا رب ويفتحها عليك. حامد خد الرزق، اي فلوس تطلبها احنا تحت امره. حاضر يا حاج. سلام يا سيدي، امتحانات الترم الاسبوع الجاي، مش هتبطل بقى سهر وصرمحه مع الشله الزفت دي؟ عشان امتحانات. انتي رايحة فين؟ احنا مش قلنا نازلين مع بعض؟ ليه؟ انا رايحة المكتبة عشان اراجع فصل الخوف للفيلسوف الفرنسي ميشيل سلو. فلسفة وعلم نفس. يا خبر،
عارفين دي؟ في ايه؟ السلسلة بتاعتي. مالها؟ مش لاقياها يا ستي، مش لاقياها، راحت فين؟ دوري عليها كويس. ما انا بدور عليها اهو، مش موجودة، مش لاقياها. امبارح كانت معايا وانا راجعة من السفر. الله، امال ايه اللي حصل؟ ايه؟ تبقى اكيد وقعت مني، اكيد وقعت مني، لاني لانك قصدك ايه؟ امبارح لما رجعت من السفر وجيت اغير هدومي بعد العشاء ما كنتش لابساها، توقعت ان انا قلعتها في اي حته. خلاص بقى ضاعت، هتعملي ايه يعني؟ هتموتي نفسك يا ستي؟ انا مش زعلانه على السلسله. نعم، امال زعلانه على ايه؟ خايف احمد يزعل مني. بقولك ايه، قولي له ضاعت. خلاص هتعملي ايه يعني؟ ضاعت يعني اقول له السلسله اللي انت جبتها لي هديه ضاعت. شوية شاي، انما ايه، عايزين بقك في الخمسينة يخلوا الكلام يخش النافوخ ما يطلعش. تسلم ايدك يا جبورة. شوية شاي مية مية فعلا يا جدع. يا سيدي انا مستعد اعملك اي حاجة، بس انت تذاكر وتنجح. ربنا يخليك ليه يا جبورة، حقيقة يا اخي احنا ملناش غير بعض. جرى يا جدع، احنا هنقعد نضيع وقت في الكلام، ذاكر. ماشي يا عم، بس انت بس مبقاش طبعك حامي علينا كده قوي. طمنيني يا جميل، عامله ايه في الامتحانات؟ انا الحمد لله. انت عامل ايه في الامتحانات؟ لا ما تخافيش عليا، انا جني بنيل وطواط، وفي الامتحانات ماشي زي القشاط. احمد بصراحه في موضوع كده كنت عايزه اتكلم معاك فيه. موضوع ايه؟ بس ما تزعلش مني يا بنت. قولي على طول، موضوع ايه؟ سلسله ايه؟ السلسلة الذهب اللي انت جبتها لي. السلسلة معلقة؟ مالها؟ انا اسفة قوي يا احمد. يا نهارك اسود، حصل يا بنت؟ رهنتيها؟ لا، ضاعت مني. ضاعت؟ والله غصب عني، مش عارفة ازاي، الظهر وقعت. وجاية بقى وشك مسفر وميتة في نفسك عشان كده. اصل يا احمد، يا بنت فداكي، لا اصل ولا فصل، خدت الشر وراحت، فيها ايه يعني؟ بجد انت مش زعلان مني؟ يا خبر يا جميله، يا جميله ما تقوليش كده. انا لو زعلت من الدنيا كلها مش ممكن ازعل منك. بقى معقول ازعل منك عشان حته سلسله لو راحت ولا جت؟ بس افتكري كويس، نسيتيها فين؟ ايوه بقى عليك يا احمد. طب قومي يلا اجيب لك واحده تانيه. لا يا احمد، ارجوك ارجوك. انت مالك الفلوس بتهمني؟ انا ولا بيهمني؟ بس ده كتير قوي عليا يا احمد. لا كتير ولا حاجه يا بنت يا جميل، انا بحبك واي حاجه مش كتير عليك. اطلبي عينيا وانا اديهم لك، اطلبي روحي وانا اقول لك شبيكي لبيكي، عبدك وبين ايديك. احمد قومي بينا. امال على فين نروح؟ لسايغ اجدع منه، اجيب لك واحده اجدع منها. خضتيني، حرام عليك. مستنيني طبعا صح؟ ايوه امال، عملت ايه في الامتحان؟ طمنيني. زي الفل، ميرسي قوي يا احمد. على ايه بس؟ احنا خدامين. على ايه ازاي؟ ده انت لولا الملزمه اللي انت اديتها لي امبارح كنت النهارده هتحس في الامتحان. بتدور على مين يا ابني؟ انا هنا. الولا جابر في الامتحان ما خرجش لحد دلوقتي، مع ان هو اللي مذاكر لي. ده ايه النيله دي؟ جابر بقى واقفه معاك ليلى الجندي وتقول لي جابر احنا خلاص بنطنش ولا ايه؟ لا لا لا، ما تقوليش كده، انت عارفه انك حاجه ثانيه. قولش بس يعني ان احنا ايام امتحانات يعني، وانت عارفه ان اخر اسبوعين ببقى حاجه تانية خالص. لا تانية ولا تالتة، قول ان انت بس بقيت راجل مهم كده ومطلوب. المهم هشوفك النهارده امتى؟ النهارده؟ ايوه النهارده. ايه وراك ايه؟ لا اصل الولا جابر يعني قصدي في مشوار كده، وانا عايز اعمله له بصراحه. الولا جابر؟ طيب خلاص، انا غلطان اصلا، انا جيت اتكلم معاك، عن اذنك. ايه ناجي؟ قص، تعالوا تعالوا. احكولي عملت في الامتحان. انا شخصيا فله. برافو. وانت يعني؟ يعني وانت يا ابو حميد؟ طمني عليك. انت بتساله ده موس يابا. يا ساتر يا رب، يا ساتر عليك يا ناجي. يا اخي يا اخي، يعني في الشغل بتقر، في السهر بتقر، في الامتحانات بتقر، ده انت تلاقيك بتخش تنام وانت بتقر على روحك يا اخي. ما علينا، هشوفك النهارده. ايه يا سير؟ وانت ماشي؟ طب
طيب يلا باي باي بقى تليفونات. باي باي. واحنا كمان يلا باي باي. مع السلامه يا دحاح. ذاكر كويس وشيلني من دماغك. الولد جابر راح فين؟ ده حاجه غريبه قوي. انا بكره العيال اللي بتقعد لحد اخر الوقت وتراجع 70 مره دول. ده لو بيخرج بعد المراقبين ما بتخرج. دين لدي. هلا. ايه يا جدع، ايه يا جدع، انت دخلت عسلت في الامتحان جوه ولا ايه؟ الله، مش لازم اراجع. هلا، في حد بيراجع 70 مره يا جدع؟ انا متاكد انك مخلص من اول ربع ساعه وقاعد مستني المراقبين يخرجوا. اعوذ بالله من نقك. يلا بينا. ولا قاعد مستني ليلى هانم؟ ليلى مين بقى؟ ده انا عشان خاطرك اخويا، عشان خاطر الامتحانات كسرت بخاطرها ليلى دي. كنت تعالى شوفني يا ولا، كنت تعالى شوف حبيبك وهو بيقول لي ليلى الجندي. لا ايه، اخيرا، برافو عليك. يلا بينا. يلا يا اخويا. هتوحشيني قوي يا جميل. انت اكتر والله يا سمية. صدقيني لو قلت لك انك مش صاحبتي وبس، انت اكتر من اختي. ربنا ما يحرمناش من بعض. وبعدين بلاش الكلام ده بقى، انا يعني بصراحه ممكن اعيط. يلا عشان ما تتاخرش يا بكاش. في دي بقى عندك حق، اصل احمد مستنيني وخايفه اتاخر عليه. باي باي. خلي بالك من نفسك يا جميله، اوعي تتاخري بعد الاجازه، تيجي على طول. هتوحشيني. وخلي بالك من السلسلة الجديدة. لا ما تقلقيش. باي باي. باي باي. زي واحد، زي اوزي واحد. تعالى بلدين، تعالى تعالى. يا عم البنت جميلة راحت فين؟ الشنط بتاعتنا في العربيه، والعربيه ممكن تطلع. يا عم العربيه واقفه قدامك اهي، انت مستعجل على ايه؟ مستعجل على ايه يا عم؟ الوقت من دهب. يا عيني يا عيني على الكلام الحلو اللي بتنقي. قول كمان الوقت كسايف اللي بتقطعه قاطع. يا عم صبرك بالله، انت اصلك واخد على الدنيا المرحرحه. اعمل فيك ايه؟ وبعدين اقول لك كلمه ترد عليها ب 10؟ لا 10 ولا 20، زمانها جايه. صبرك صبرك بالله. يا استاذ يا استاذ، الشنط في العربيه من بدري، انتوا معطلين. يا عم الحاج استنى، هي الدنيا طارت ولا الدنيا جميله؟ جت هناك اهي. طب كويس، خد بالك. زقزيق زقزيق معلش يا اسطى، ثانية واحدة. زقزيق يا ورقة، اتفضل. وانت ايه بس اللي يزعلك في كده يا جميلة؟ انت عارفة ابن خالتك طول عمره شاطر وملحلح. ايوه يا امه، بس يعني بس ايه، هو مش قالك انه بيشتغل؟ بس شغل ايه اللي يجيب كل الفلوس دي كلها؟ يو، طب وانت ما سالتيهوش ليه؟ سالته يا امه. وقال لك ايه؟ قال انه بيشتغل مع ابو واحده زميلته. يا لهوي، واحده يا بنت؟ لا تلهفوا منك ولا حاجه كده ولا كده. لا يا امه لا، ده احمد بيموت فيا. يا لهوي يا لهوي. ولما انت عارفه يا اختي انه بيموت فيك، بتعملي في نفسك كده ليه؟ اهو بقى. تعرفي يما ايه؟ لما ضاعت سلسلتي الاولانيه قال لي ولا يهمك، اوعي تزعلي، وفورا خدني على السايق وجاب لي واحده تانية. بصي يما، بصي. يا صلاه النبي يا صلاه النبي، دي ذهب يا بيت. وعيار 21، يا حلاوه يا حلاوه، والله طلعت راجل يا ابن خضره. لكن دي التانية الأولانية دي إيه؟ هو كان جاب لك واحدة أولانية؟ اسكتي يما، أنا زعلانة قوي، الظهر كده وقعت مني في الشارع. ليه؟ هاطلة والله هاطلة، مش توعي نفسك كده وتخلي بالك من حاجتك؟ يما ما هو غصب عني، مش بمزاجي. مش بمزاجك. ولما ضيعتيها كده قال لك ولا تزعلي؟ يما. يما طب يا بنت من الحب حلوة، امال مالي؟ هي سته كده بتخليكي يعني تكني وتسبلي؟ الله الله، ما تكسفنيش بقى يلا. يا اختي ربنا يسعدكم ويهنيكم ويبعد عنكم عيون الناس يا رب. العبايه الشياكه دي عشانك انت يا ام. عشان يعني؟ ايوه امال. من يد من عدمها يا ضنايا. والجلابيه الصوف دي عشانك انت يا بابا. عشان اني؟ ايوه يا بابا، امال وانت قليل ولا ايه؟ يا حليل. وعشان القفه تكمل بقى جبت لك معاها العبايه دي كمان.
ربنا يا ابني يسترها معاك ولا يعري لك جدا ابدا. ربنا قادر يا كريم. ربنا يكرمك يابا، ربنا يخليك ليا. بس هي كده الهدايا خلصت ولا احنا نسينا ايه؟ نسينا ايه؟ ايه ايه انتي؟ ايوه انا. معلش بقى يا نعمه، انا نسيت المره دي. ما تكلمنيش امال يا بنت يا نعمه، ليك عليا يا ست المره الجايه لاكون جايب لك حته هديه. عشان انا دي؟ ايوه امال عشانك انت، امال عشان انا؟ لف يلا اما البسها لك، لف يا بنت. دي دهب دي يا اخويا؟ امال دهب يا بنت وعيار 24 مش زي اللي بتروحي تجيبيهم من شادر عم ابراهيم الفالصو. او بل شبكتك يا بنت يا نعمه. أظهرت يا أولاد، ربنا يخليك ويبارك فيك ويسترها معاك دنيا وآخرة. قادر يا كريم، تعال يا دنايا، تعال في حضني لما بوسك. ربنا يخليك لي يا أمه، ولا أحرمنيش منك أبدا ولا من دعواتك. ربنا يبارك لي في عمرك يا أبي ويديك الصحة والعافية وطولة العمر. ربنا يا ابني يوفقك وينجحك دايما. ألا قولي يا أحمد؟ أيوة يا أبا. أمك كانت قالت لي إن أنت بتشتغل مع ناس أكابر. أيوة مظبوط يا أبا. يا ابني ربنا يعلي مراتبك ويزيدك من نعيمه. بدعواتك يا أبا، بدعواتك. يا بنت يا نعمة، أنت هتقفي مساهمة كده، في إيه؟ أصلي مبسوطة قوي قوي يا أخويا، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا. طب يلا يا دناي عشان تعملي لقمة لأخوك ياكلها. حاضر يا أم. لا يا أم، لا يا أم، في إيه؟ وأنا جاي من مصر عشان أتعبك ولا إيه؟ أنا جايب لكم معايا شوية جمبري. جمبري؟ جمبري يا احمد؟ ايوه بابا جمبري وسويسي كمان. هنعرف ناكله ازاي يعني؟ المهم نعمه تطبخه. هتعرفي تطبخيه يا بنت ولا هتخسريه؟ ده انا اسلقه واقليه واشويه كمان. مساء الخير يا رتيبه، ازيك؟ الحمد لله. هو ابا الشيخ مسعد موجود؟ ابا في الزقازيق وزمانه جاي. طب انا بقى همشي واجي وقت تاني. لا يا جابر اتفضل، هو انت غريب؟ طيب ماشي، بس نخلي الباب مفتوح. انا سايباه مفتوح. ازيك يا رتيبة؟ ان شاء الله تسلم. اخبار الامتحانات ايه؟ الحمد لله. طبعا وحشتيني. ايه ما بترديش ليه؟ لسه معاني؟ يوبا يا جابر ما تكسفنيش بقى. خلاص يا ستي حقك عليا، عموما هانت كلها تلات شهور و... جابر. أيوه جابر. لا بقى انت كده بتحرجني. طب خلاص خلاص انا هسكت خالص، مش هفتح بقي فوق كلمه. يا خبر، انا ما كانش قصدي اقول كده. امال كان قصدك ايه؟ يوبا يا جابر انا مش عارفه اقول لك ايه. عموما انا عارف انت عاوزه تقولي ايه، انا سامعه بقلبي من قبل ما تقوليه. ها؟ ابا اتاخر. أنا بقول برضو أمشي وبقى له وقت تاني يكون رجع أحسن. طيب بس لازم تيجي تاني ضروري. طبعا إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير يا أم. صباح النور يا دناي. خدي دول يا أم. ياخد عدوينك دول 3000 جنيه، شيليهم مع الفلوس التانية. يا صلاة النبي، 3000 جنيه بتوعك دول يا حماد؟ ايوه يا اما بتوعي، امال سليفهم ولا ايه؟ ربنا يكتر رزقك يا ابني. مسافرين امتى يا دناي؟ مسافرين بعد العصر يا اما ان شاء الله زي كل مرة. تسألي ليه؟ عشان احضر لك القرص. واني اللي هقرصهم لك يا اخويا. لا 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 نعمة ما بتعبيش نفسك، ملوش لزوم يا اما. ليه يا ابني؟ يا اما القرص في مصر ما فيش اكتر منها، وعلى كل لون. ايش قرص بالملبن، ايش قرص بالعجوه، ايش قرص بالحلاوه. وبعدين يا اما انا عايز اريحك بقى. ربنا يريح قلبك يا ابني. عن اذنك يا اما جهز نفسي. اذنك معك يا دناي. والله وبتوحشني يا احمد، وهو اسبوعين الاجازه فاتوا زي الفريره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسامه بيه؟ ازيك يا حاج محمود؟ والله لك وحش. الله يكرمك. ازيك يا اسامه بيه؟ الحمد لله. اهلا. ازيك يا حاج رياض؟ كل عام طيب. وانت طيب؟ الاستاذ احمد زميل وصديقي. اهلا يا احمد بيه. اهلا وسهلا. اهلا احمد بيه. يا مرحب بالمعلمين. اتفضلوا معلمين، اتفضلوا.
الحاج عبد الغني لسه مكلمني حالا وقال لي على كل حاجه وطلبكم جاهز، بس تشربوا ايه الاول؟ لا بلاش شرب، احنا مستعجلين. معلش يبقى لنا 2 شاي و2 شيشه. طلباتنا جاهزه؟ طبعا جاهزه. يعني نقدر نحمل؟ طبعا، كل البضاعه متستفه وجاهزه على النقل. على البركه. الو الو يا درويش، ابعت لي اللوري والعمال. ايوه هنا عند اسامه بيه، كله تمام، مع السلامه. وادي ال 400,000 جنيه اسامه بيه. تسلم ايدك يا معلم. عموما كل الاوراق جاهزه ومظبوطه على الاخر تحت عند حامد افندي. احنا اصلي شغلنا 100 100 وعلى ميه بيضة، واحنا دايما جاهزين تحت امرك يا اسامه بيه. اتفضل يا حاج. يا مؤاخذة يا باشا. طيب يا اسماعيل روح انت دلوقتي. اوامرك يا باشا. الله يخرب بيتك. يا مؤاخذة يا باشا. فتح يالا. حاضر يا اسامة بيه. لا مؤاخذة يا معلمين، ثواني وراجع لكم. اتفضل يا باشا. احمد عايزك ثواني. بعد اذن المعلمين. اتفضل يا باشا. تعاون مع الحاج عبد الغني حاجة تانية خالص. يا صفية، يا صفية، يا صفية، يا صفية. يا صفية الشاي بارد. ايه يا زوز الشاي بارد؟ حضرتك انا تعبك معايا والله بجد، يا انت بنت حلال. كان نفسي اشرب شاي. هاتي 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 هاتي. اتفضلي. يعني ادمان. اشربي يا حبيبتي الشاي اللي نفسك فيه بالهنا والشاي. اشربي يا حبيبتي. قولي لي يا شوشو. التي ما تعرفيش مسعود جاي انت من السفر. والله ما اعرف يا حبيبتي. الغاب حجته معاه. هنطبخ النهارده ولا هنقضيها تكاويه؟ تكاويه بقى. تكاويه تكاويه. يلا. تكاويه تكاويه مش فارق كله اللي بتاكله شوشو. شكاوي. شوشو. شوشو. ده أسامة بيه. ده أسامة بيه. إيه؟ يظهر عملية رشاد بيه دي مش نافعة. إزاي يعني؟ هو مش الأستاذ ناجي قال لحضرتك؟ أيوه قال لي، بس أنا ما اقتنعتش عشان كنت مش هتعرف تخلص فيها. لا ده راجل فظيع، بالظبط كده عامل زي الكوريك، لما يجي يزيق. إيه إيه. كل مشوار تروح ويقعد يزيق زيقت له يا اخي. مش ممكن، انت عارف احنا محتاجين العربيتين دول قد ايه. ابو حميد يا حبيبي يا جميل. ايوه يا بص. بص يا احمد، في طالعه كده في عربيتين احنا مش عارفين نخلص فيهم. بس كده عينيا يا عم عينيا. ده العنوان. اديني البيانات. اديني رشاد محمود سعيد، شارع مراد في الجيزه. ايه حكايته ده؟ ده راجل عامل زيتين الفرامل، لما يزرجن
يقفل. سيبهولي سيبهولي وانا صنفره واطبعه واخليه مية مية. فضي مكان العربيتين دول من دلوقتي، اعتبرهم عندك هنا، انا طالع عليه دلوقتي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه يا حمد افندي، تفتكر هيعرف يخلص في العربيتين دول؟ مش احمد ابو دومه؟ انا دقني لو حصل.